بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين، ومنك يا الله طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نحيي حضراتكم بأجمل وأطيب التحايا والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والبركة من هنا من على أرضية هذا الميدان. أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين، الشكر لولي العهد الأمين، والشكر لوزارة الرياضة الممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكر كذلك لرئيس الاتحاد السعودي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تعلن شارة البدء والانطلاق لشوطنا الأول الرئيسي عنوان الحقائق البكار مع 3 كيلومترات. هي الحكاية والرواية، يا من تتابع ويا من تشاهد هذه الأسماء الحاضرة المتواجدة من أنحاء ميادين الخليج، نرحب ونحيي بجميع الضيوف القادمين واللعانين للمشاركة في هذا الكرنفال بهذا العرس التراثي الكبير. أسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون أول العناوين، أول المندفعين. علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاب يقدم لنا نصيبه مع صدارة الشوط. أبناء دولة قطر قادمة من ميدان الشحانية، من ميدان التحدي، لتعلن التحدي مع أول الأشواط. بينما القدوم بمركز الوصافة أحضرت في هذه اللحظات وحضر شعار جمعة بن مطر بن عبيد النعيمي يقدم لنا شعاره، يقدم لنا طربزون على المركز الثاني، والقادمة على المركز الثالث وصل محمد بن راضي بن سماحة العنزي يقدم لنا شديد على المركز الثالث. بينما القادمة في هذه اللحظات أحضرت الأسماء، أحضرت الشعارات، لنتابع عامر بن سعد بن محمد آل فهيد المر يقدم لنا جلمود، والقادمة في هذه اللحظات وصلت من عمق الميدان بزحفها التام، وصلت واحضرت التماس مظفر بن محمد بن خموشة العامري. هكذا النتيجة، نعود إلى بداية الشوط مع لائحة الكيلو الأخير. بدينا هنا مع القلاف الجوية، مع اندفاعات ومع تحديات نصيبة مع البوابة الخاصة والمختصة هنا مع نصيبة ومع الصعاق. يقدم لنا نصيبه علي بن سالم بن متعب الصعاق المرية، من يقدم لنا احد الاسماء القوية المثيرة. ولكن اوصلوا الجماعة، وصلت الاسماء، اوصلت واحضرت في هذه اللحظات القادمة على المركز الثاني بمركز الوصافة. وصلت حفاوة وفهد بن نايف آل سرحان المرية، والتسلل مفلح بن حمود البلوية. انجاز يا انجاز، وهنالك شعار بندر بن محمد بن زمان الهاجري العودة الى نصيبة. يا اخواني انصيبة لزالت متحكمة يا الصعاق. وصل مفلح بن حمود بذكريات الانجازات، لابد ان يعود بن زمان يقدم لنا هجاد وانجاز والنصيب. يا مصعبها البلوي غير ابناء تبوك الورد. انجاز وتحيه لابن حمود للانجاز. لابد ان يعود بذكريات الرموز
يفوز بذكريات الذهب، ذهب ذهب لا يصدى، يا مفلح يا مفلح يا بن حمود يا البلوي، من قدم لنا إنجاز خاطف النماز والانتصار لتهدي أبناء تبوك الورد هذا النماس المستحق مع أول الأشواط. تهانينا وألف مبروك لمفلح بن حمود البلوي، يقدم لنا إنجاز المركز الثاني، فكان شعار بندر بن محمد بن زمان الهاجري يقدم لنا هجاد على المركز الثاني بمركز الوصافة. ثالثا علي بن سالم بن متعب الصعاق مع نصيبة، ورابع الأسماء مشاهدين الكرام فهد بن نايف السرحان المري، خامسا شعار عبد الهادي بن راشد المري مع تكرار. نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني لحظة وصول إنجاز ومهدية أبناء تبوك الورد هذا الفوز والانتصار وإنجاز لمفلح بن حمود البلوي، 4:39، 44 جزءا من الثواني. تهانينا والنماس بحمود على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني هجاد بندر بن محمد بن زومان الهاجري، وهجاد من احتلت المركز الثاني بمركز الوصافة بشعار بو محمد، من قدم لنا هجاد توقيتها 4:40، 11 جزءا من الثواني. المركز الثالث نصيبة وعلي بن سالم بن متعب الصعاق المري، 4:41 و47 جزءا من الثواني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، وكانت أول العناوين إنجاز ومفلح بن حمود البلوي، من قدم لنا إنجاز ليهدي أبناء المملكة العربية